لا. طب عندك نصيحة توجهها لإخوانك الشباب؟ صلي الفجر يا إسماعيل في جماعة ولا لا؟ جدي. ولماذا؟ متى تصليه؟ أغلب بس بيبقى ورايا دروس الصبح أغلب عشان أصحى. إيه؟ بيبقى ورايا دروس الصبح فبنام عشان أصحى. وراك دروس الصبح فبتنام عشان تصحى. تصحى الساعة كام يعني عشان الدروس؟ الساعة 7 يعني بعد طلوع الشمس. الله يحفظك يا إسماعيل وغفر الله لك. أنت بالغ ولا طفل؟ يعني بلغت ولا لسه صغير؟ الحمد لله. الحمد لله. بالله عليك يا إسماعيل لو كان عندك امتحان الصبح في الثانوية لما الفجر وقالوا لك الامتحان الفجر هتبيت على أمك هتبيت عليك وتبيت على أبوك كلهم صحيونك ولا لا؟ طب ليه يعني تتهاون في حدود الله يا إسماعيل؟ ما أنا بصحى أغلب الأوقات وأوقات إسماعيل مش هطول عليك لكن الرسول يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة العشاء والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أمر مائتين حسنون لشهادة العشاء. لذلك في بكرة واحد في بلدكم بيوزع على كل من صلي الفجر 1000 جنيه هتصحى صح ولا مش عايز؟ إسماعيل قرآن الفجر ربنا يقول وقرآن الفجر وهو القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة تسمع. في ملائكة بتحضر في صلاة الفجر وتحضر في صلاة العصر. يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يعني ربنا لما يسألهم إسماعيل جاء ولا ما جاء ما في إسماعيل اليوم في المسجد يرضيك الله يكرمك يا إسماعيل. تريد توجه نصيحة لإخوانك ولا أنت أولى بالنصح يا إسماعيل؟ أولى بالنصح. جزاك الله خير إذا اعترفت بذنبك. لا تؤخر الصلاة حتى يأخذ وقتها يا إسماعيل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود والله ما تركوها إنما أخروها حتى خرج وقتها. ألف سلامة يا إسماعيل. ترى إسماعيل في لغة إسماعيل وإسماعيل وبس ما اعرفش سمعه. الف سلامه. شوف غيرك عم اسماعيل صلى على النبي كده حافظ على صلاتك. تفضل يا عم اسماعيل.